هذا الاطار هذا نبداو بعدا اولا ندعيو مع الوليدات ديالنا ومع هذا المولود هذا لان حيت يكون مجمع نلتمسوا الخير في الحضور غيكون واحد لابد الا ما كانوش بزاف يكون مستجاب الدعاء فاللهم يا رب الارباب ويا من اذا دعي استجاب هذا المولود هذا اللهم اجعله زياده في الخير اللهم اصلحه والبسه نباتا حسنا واعن والديه على تربيته تربيه صالحه حتى يكون خير خلف لخير سلف واصلح ذريتنا جميعا امين امين يا رب العالمين في هذا الاطار اللي تكلم الاخ الكريم من سوره الفرقان شو سبحان الله الكريم كيفاش حنا دابا في هذا المجلس هذا غادي ناكلوا ونشربوا ونفرحوا ونديوا الاجر علاش لان الملائكه غادي تذكرنا بالاسماء ديالنا غادي سيد ربي يذكرنا بالاسماء ديالنا قدام الملائكه افتخار فهذه الايات هذه هذا الثمن هذا ديال الاخر ديال سوره الفرقان جا قبل منه واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا رفضوا باش يسجدوا للرحمن وقال لهم سيد ربي انا عندي عباد ديالي الا انتم ما بغيتوش تسجدوا انتم اللي ضريتوا راسكم كاينين عباد ديالي عندهم 12 صفه وعباد الرحمن ولكن السؤال اللي كاين تساؤل علاش ما جاش بعد هاد السجده هادي جاب سيد ربي عباد الرحمن لا قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عاد قال نوع عباد الرحمن نردوا البال هذا الكون هذا اللي تنشوفوا قدامنا الشمس ما تقولش اليوم ودي عندي الويكند ما غاديش نطلع ولا القمر يقول لك اودي راه راس العام هذا انا خدام طول الابد حتى ياذن لي سيدي ربي سبحانه وتعالى وينتهي والسيد ديال هذا الكون هو الانسان قال لي سيدي ربي عندك شوف الكون كي منظم عندك تكون انت ما منظمش وعطانا مثال ديال عباد الرحمن 12 صفه معناها 12 صفه كاين واحد الحاجه عند العلماء تسمى يوم المؤمن وليلته شو يوم المؤمن عنده برنامج إذا لم يكن لك برنامجا فقد دخلت في برنامج غيرك. أشنو تدير؟ وما كاين ما يدير الله نمشي نضيع الوقت. لا أنا عندي برنامج وأنت عندك برنامج وعباد الرحمن البرنامج ديالهم تيبداو أول ما تيبداوه وبقية من الليل. هذا هو النهار ديالهم. لهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إنك في حاجة إلى أمور دنياك. وأنت أحوج ما يكون إلى أمور آخرتك فابدأ بأمور آخرتك تمر على أمور دنياك فتنظمها لك نظما أنت محتاج الأمور ديال الدنيا إن لك في النهار سبحا طويلة ومحتاج الأمور ديال الآخرة باش غتبدا بدا بالأمور الآخرة راه غادي يدوز لك على أمور الدنيا وتقدها لك لهذا الا ما مشيتيش بامور الاخره النهار ديالك غادي يدوز عوج شو اش قال السيد ربي سبحانه وتعالى في الايات الاولانيه اللي نزلت من القران يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفها وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا قبل ما تبدا النهار ديالك واش رجيتي شتي دابا هاد التليفونات دابا كاين تليفون بمليون وجوج دالمليون الا ما كان مدير شارجي حجره راه غير حجره ما يسوى حتى حاجه ما يهضر ما حتى شي حاجه شنو تيخصو يتشرجا وحنا باش نتشرجاو نتصلو بسيدي ربي شو عباد الرحمن تنبداو عباد الرحمن ها الصفه ديالهم 12 حنا دابا الان في مناسبه اش مناسبه ديال عقيقه ديال الزياده وهنايا المناسبه شرط بغينا الوليدات يكونوا صالحين شوفوا المجتمع عندنا شحال من واحد يا ربي تيمشي ويدير تحليلات وكذا ويمشي للاطباء وكذا وهذاك وهذا اش بغى؟ بغى الولاد لا نمشيو نشدوه في في, في 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 الخيريه ولا السبيطار لا 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 بغيت انا ولدي انا وتيصرف اموال باش الولد
وحيت يولد الوليه تصيبوا ليك، ما دايرش صورته هو، داير في البروفيل الصوره ديال ولده ولا ديال بنته وفرحان به وكل شيء. ردوا البال، هذا الشيء هذا في المجتمع. تنبقاو فرحان بالوليدات ونهزوه داك الشيء هذاك تيبلغ، تنولي تنقولوا اللي سيطلب الولاد الله يعطيه العقل. لان ذاك الدري اللي كان صغير وانا تنهزوه فرحان به، ولا كبر ولا عوج ما بقاش يصلي، دار الدوب ديال السيروس، تيخف واحد الوقت، تنهضر معاه تيرد عليا بعشرة الكلمات، تنتنادم انا وياه، ما قالش ايوا، حيت تنصيبوا هذوك اللي ما عندهمش الولاد، تيطلبوا الولاد، اللي عندهم صغيورين فرحانين به، اللي عندهم الولاد كبار تيتشكى، مناش؟ شنو السبب؟ ماشي الولاد اللي السبب، حنا السبب. إذا كان شي ولد شي واحد عنده ولاد مصندعين راه ماشي الخطأ في الولاد، ماشي الخطأ في البنات، الخطأ في الوالدين. لهذا ما نقولوش الله يصلح ليك ولادك، شنو الدعاء اللي خصنا نقولو؟ الله يصلحنا لولادنا، بالدليل أن صفة عباد الرحمن حتى دير 11 صفة، عطلب الله الذرية، لأن الدعاء ماشي كلام. شو سيدي ربي في آل عمران اش قال؟ بعد ما طلبوا الله شحال ما سيطلبوا الله؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. العمل شنو العمل؟ 11 صفة ديال عباد الرحمن طبقها، عاد زيد ديك وطلب الله يعطيك الذرية. لهذا سيدي ربي في سورة الأنبياء حين تكلمنا على الأنبياء وتكلمنا على نبي من الأنبياء أش قال؟ وأصلحنا له زوجه. واش المرأة صالحة ولا لا؟ إلا ما صالحاش بلا ما تطلب الولاد. راه سيدنا إبراهيم عليه السلام خلى مولاتنا هاجر عليه السلام خلاها في الخلا في الثيافي والقفار، لا حجر ولا مضر ولا شجر ولا حتى حاجة، وحيت رجع وصاب ولده كبير قد بلغ موعة شبابه، وقال لي غادي نذبحك، قال لي يا أباتي افعل ما تؤمر. شكون اللي علمو يا أباتي؟ شكون؟ شكون اللي علمو هذه الطاعة؟ مو وبا غايب. فلهذا إذا كانت المرأة مصنقعة بلا ما تطلب الولاد. لهذا أول هدية تيقدم الراجل لولاده هو اختيار الأم ديالهم. أول هدية، أول هدية. كاين واحد الحديث ضعيف تيقول لك إياكم وخضراء الديمان. قالوا ما خضراء الديمان يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. معنى عندك يعجبك الكاروسري وتمشي تزوج؟ لا راه مشي شوف الدرية الصالحة إلا بغيتيها. تيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اختاروا لي لطافيكم فإن العرق دساس. أشوف فين تلاح الأرض، فين ديك الزريعة، واش كاينة شي أرض فيها شي ترسي ولا لا؟ إلا كانت الأرض ما تصلحش واخا تكون عندك الزريعة مزيانة، ما تصلحش الأرض. فلهذا شكون هي الزريعة؟ هي هذيك المرأة اللي هي حرث، نساؤكم حرث لكم. ولهذا قبل ما تكون هي صالحة انت تكون صالح. الا ما كنتيش صالح ما غاديش تدي صالح. هذاك الشيء علاش في سورة النور الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلهذا كل واحد فينا الا بغى تصلح ليه المرأة ديالو يصلح هو. قال تعالى واصلحنا له زوجه. علاش السيد ربي؟ انهم كانوا يدعوننا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شوف حتى عبد الله عصلح لي الله الزوجة دياله. لهذا قال أحد العارفين بالله أعرف عصياني لربي في عصياني دابتي وزوجتي. حيت صيب الطوموبيلة ديالك دائما خسرة وما مقداش ودائما خرج لها داك البوردر فيتاس وكل شيء، عرف راه أنت ما مقدش مع سيد ربي. واخا تشريتو بالفي راه شحال واحد شريتو بالفي والو. وإلا كانت المرأة ما مقداش ماشي هي، راه سيدي ربي دار لك خطية في الدار. تقد مع سيدي ربي وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فحدي 11 صفة ورجعوا لها أنتم في سورة في أواخر سورة الفرقان وشوفوها وشوفوا المعنى ديالها وشوفوا العلماء شنو قالوا فيها. وعاد هزيت ليك وقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. علاش؟ لأن الناس كلهم تبغي الأولاد فطرة. فأقيم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولكن كاينين اللي عندهم الأولاد ديالهم نعمة وكاين اللي عندهم نقمة. شكون ما اللي عندهم نقمة؟ اللي عاصي الله. فلا سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله
أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هاد الأولاد والمال شنو هما في المقاييس ديال سيدي ربي؟ شنو هما؟ وهما الزينة ديال الدنيا وهما الديكور ديال الدنيا. إلا ما كانوش راه الدنيا ما عندها قيمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن إلا ما تعطيش سيدي ربي غادي يديرهم لك الله خطية. شحال واحد عنده 6 ديال الطوموبيلات و20 كاميو رومورك ومرت ما واكل ما شرب ما نعس بحال عباد الله مرت عقاب. والولاد هذا خطيه، هذا بروسي، هذا كذا كذا. علاش؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم كافرون. ايوا ردوا البال. ماشي يعجبك فيه النهار الاول وكعب غزال الفندو بلاش وحلوات خرين الشاش والحوالة لا تضرب حسبها غير ذبح وسلخ بالزربه. يلا سيدي درنا سيدي داري دايرين قال لك السبوع يا من بعد يا بلاتي تشوف. لانك انت ما مقادش، ولدك ما شافكش تقوم الليل، ولدك ما شافكش تقرا القران، ولدك ما شافكش تذكر الله، ولدك ما شافش مو اش دير في الدار. منين غادي يجيب هذا الشيء؟ لان حنا هذا الشيء اللي تنديروا راه ماشي التربيه، راه غير الرعايه. تنشري ليه الصباط والسبرديله ب 20,000 ريال وكل شيء، هذه غير الرعايه، يمكن اي واحد يقوم بها. ولكن التربيه ليست كلاما وليست أوامر، وإنما هي سلوك يراه فيك، فهي التربية تشرب، تتشرب داك الشيء. كما حنا عندنا في المغرب دابا رمضان، شنو رمضان دابا في المغرب؟ السكايرية تيقطع رمضان ب 40 يوم، عنده فقه ديالو ما داخلش كاع الأئمة الأربعة، دايروا هما السكايرية دايرين الفقه ديالو 40 يوم. كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ علاش؟ احترام ديال رمضان عندنا في المغرب. وممنوع، قال لك شحال من جمعيه قال لك بغاو يديروا الافطار جهارا ورفضوا. وإلا شدوا شي واحد في الزنقه تياكل رمضان جهارا ما تيديوش للمحكمه، تيسلخوه مزيان عاد يديو للقاضي ويشوفوا القاضي لا ما حكمش عليه شي حكم مزيان يهلكوا حتى ذاك القاضي. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ ولكن الصلاه ما تنهضروا عليها، لا نهار الجمعه ولا اذان ولا علاش؟ رغم ان الصلاه هي عماد الدين، لان المقاييس حنا اللي درناهم من راسنا، ما خديناش المقاييس ديال سيدي ربي. ردوا البال، نقدوا الامور ديالنا في الديور ديالنا، خصنا في الفجر. انا تيعجبني انا سبحان الله هذا الشيء هذا في السبعينات ما كانش، ولكن دابا هذا الشيء باش ما نقولوش راه الدنيا كحله وكذا كذا، في بوفولوس في زنقه الحوانس وعرفتي شحال، والجامع في الفجر دابا في هذا البرد والسحاب وتيقول لك حاسو شي شويه راه ما صبناش فين نصليو الفجر. بمعنى والشباب ردوا البال، الشباب، لان كاين شي في دوله من الدول العربيه تيصلي الامام والمؤذن صافي وصابوا الدنيا خاويه. اش غادي نديروا؟ الجمعيات اتفقوا بيناتهم، وهذا باش نخصموا هذا المثال، هذا جمعيه داروا بيناتهم قالوا اش غادي نديروا، شكون هو السبب كذا كذا كذا، صابوا ان السبب الاساسي باش يصليوا الرجال مع الجماعه هما العيالات. إذا كانت المرأة تشجع راجلها على الصلاة راه ينوض يصلي، وإلا ما داتهاش فيها ما يصليش. أش قالت الجمعية؟ حتى تجمعوا الناس نهار الجمعة وعطاو الكلمة لهذا واحد الرئيس ديال الجمعية وقال لهم أسيدي الجمعية خمموا وفكروا وصابوا السبب ديال عدم الحضور ديالكم في الفجر بالنسبة للصلوات ديال كل نهار هو ما كاينش العيالات اللي تيفيقوكم، لهذا أي واحد ما جاش للجامع في الفجر راه حنا مستعدة الجمعية باش تزوجوا على النفقة ديالها كلشي من عندها. عرفتي؟ والفجر ولا دائم بحال الجمعة. تقول لهم الله لا نعستيها. لا مزيان، شتي كيفاش؟ صافي عطاهم الحل. بمعنى أن المرأة باستطاعتها، علاش نعطيكم هذه باش نقسم، على سيدي ربي بالنسبة للصورة اللي هي ديال تبت يد أبي لهبين، سميتها ديك الصورة، سميتها صورة المسجد، علاش ما سميتهاش أبو لهب؟ ياك نزلت في أبي لهب، وسماها الله بسمية ديال المرأة، ديال الفعل ديال المرأة، وامرأته حمالة الحطب في قراءة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، واذكر ديال المسألة ديال المرأة، علاش؟ وهي اللي محرضة أبو لهب. وهي السبب. ردوا البال، وراء كل عظيم امرأة
في الحق وفي الباطل. وراء كل عظيم امرأة في الحق وفي الباطل. عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وراه مولاتنا خديجة. عظيم في الباطل لأن إن الشرك لظلم عظيم. عظيم في الباطل أبو لهب أمه أم جميل. فلهذا العيالات ديالنا ندعو معهم اللهم يا ربي أصلح نسوتنا وأصلحنا نحن لنسوتنا وأصلحنا لأبنائنا، اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واجعلها ساعة إنابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.